نظم على مستوى مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم دراسي مع الأمناء العامين لفرق المحترف الأول، وتم إطلاعهم على النظام الجديد DMS أو نظام تحويل اللاعبين بحضور 3 أعضاء من الفيفا. وكانت الفرصة لممثلي الأندية الجزائرية للاطلاع على هذا النظام الجديد والذي سيطبق وقول خلال الميركاتو المقبل في حال الموافقة عليه في اجتماع المكتب الفيدرالي. Le TMS international a été introduit dès 2011 au niveau donc international pour tout ce qui concerne les transferts internationaux de joueurs professionnels. Et à partir de 2014, la FIFA a décidé d'implémenter la même version, mais pour tout ce qui est transferts nationaux. نسيو بارتو لي موا الا كان لي كلوب ريسبسيونيو مليح وفهموا وقبلوا دي الميركاتو هذا اون لانتاغ تي ام اس انترناسيونال ودي تي ام اس ناسيونال وطني باش انا كي نجيبوا جوار من كلوب ما كانش يقول يفوت كيما اللي كيف كانوا يفوتوا كي جو جوار انترناسيونال حاجه مليحه وزعما تنجم تخدم ادوميسيل في دارك تخدم تنجم دير ترانسفير تاع جوار حاجه فاسيل. C'est un système qui facilite les choses au club, de les transferts égal à les joueurs. Donc, la magouille avec.